جنابك اعترضت عليه بقوة في برنامجك اللي هي قضية قانون جرائم المعلوماتية اللي رادوا يمررون نام هسه رجعوا للواجهة اللي هو قانون وأيضا قانون يمكن حرية التعبير وحق التظاهر. خطورته بشنو أستاذ محمد؟ ونفس السؤال هي اكو اربع قوانين تحاول السلطه الحاليه سلطه الخاسرين في الانتخابات والذين تحولوا الى حاكمين ومهيمنين على 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 مجلس النواب يحاولون يمرروها باسرع وقت اللي هي قانون جرائم معلوماتيه، قانون حريه التعبير، وهي اللائحه الجديده لائحه المحتوى الرقمي، وقانون الانتخابات. صحيح. هذه ثلاث اربع قوانين لا تحدد علاقه السلطه مع عامه الشعب. المشكله مو هنا، المشكله انا اخشى انه يقعدون مع حلفائهم الوطنيين، ذاك يقول لي اريد قانون النفط والغاز، يقول له اذا وافق لي على ذن القوانين. فتخيل ممكن تصير يريد براحته خلال هاي السنوات يتجاوز حتى على حقوق الاجيال. جميل. هل الإعلام الثوري المعارض صوته مسموع في الشارع العراقي؟ الحقيقة يعني الآن الإعلام المعارض تحول إلى إعلام حزبي، يعني الصحفيون الذين يشتغلون في مؤسسات صحفية حزبية يحولوهم في يوم من الأيام معارضين وفي لحظة من اللحظات موالين. هذا انا ما ارجوك انا جاوبتك على هذا، بس خليني تفضل. ارجع الى القوانين الاربعه. لن تغامر السلطه في عزل العراق اذا وافقت على هذه القوانين، لان العراق غير منفصل عن العالم. انا اعتقد اي قانون من هذه القوانين يعزل العراق بسبب السلطه التعسفيه التي تقود العراق. جميل. والله هاي مهمه بالختام.